نستمع لمن سبق تقديمه لكن أدبه غلب علينا، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي يتلو علينا من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا. ليغيره على الدين كله.
والذين معه أشد تراهم ركعا سجدا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية دون أداء، فقال له بعض الأحبة والأصدقاء: لما لا ترضى بالدنية يا رسول الله؟ ألست على الحق يا رسول الله؟ ألست أنت رسول الله؟ وفي الطريق ما بين مكة والمدينة أنزل الله على قلبه هذه الآيات: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وشهد الله لرسوله قائلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وجعل الرحمة في قلبه يوم فتح مكة، يوم أن قال: اليوم يوم المرحمة لا يوم الملحمة. من خواتيم سورة الفتح تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم الأسرة الكريمة.